الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي أنت تكثر ذكر من تحب، أنت تكثر ذكر من تحب، فعلى قدر صلاتك على الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون حبك. ترمومتر دقيق تستطيع أن تحدد به الليلة مكانة رسول الله في قلبك، أو تستطيع أن تحدد به مقدار حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبك. بتصلي على النبي كم مرة صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما بس يذكرك محمد حسان وغيره، ولا فيه ورد يومي؟ فيه ورد يومي في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة مهمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما قول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة أو مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي أكلت الأرض جسدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ولما تحرم نفسك من هذا الفضل؟ والله جل وعلا يقول ويأمرك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأختم بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل الأول، إذا ذهب ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اذكروا الموت بما فيه اذكروا الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: أجعل لك الربع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: النصف يا رسول الله. فقال النبي: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: الثلثين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين.